إبراهيم حسين إبراهوما، يقود الضفة الفنية في المريخ، وعمل شغل ما سهل، بدليل أنه متصدر الدوري الممتاز حتى تاريخنا. والله ابراهيم فعلا يعني رغم غامه وما نختلف عليه اثنين ثلاثه نفرين يعني، حتى وقت تدرب الخرطوم الوطني برضو كان في مراكز كويسه جدا جدا، لما درب هلال الابيض بسمعه الكونفدراليه، فراجل له بصمته وله رؤيته وراجل مخلص في شغله وبيعرف هو بيعمل في شنو، فيحسب له انه من ناحيه فنيه حتى لو كنت كان لاعب يعني، وبعدين لاعب وسط لعيبة الوسط يعني معروفين بيكونوا دائما هم الاميز في المستطيل الاخضر، ف خبراته كلاعب هو يعني سخرها وطورها كمدرب وعكسها على اداها كلها للعيبه اللي دربهم وترك بصمته في كل فريق هو مسكه يعني. حتى قلت لك الهلال الابيض يعني مثلا الليله لو مسكت الهلال الابيض والخرطوم الوطني هو دربهم، شاركوا ومثلوا السودان الان في الدوري يعني الموسم ده نتائجهم عمل شغل جبار مع المريخ. نعم لا لا قلت لك السابهم دين يعني الليله حي الوادي نياله الهلال الابيض الخرطوم الوطني ديل ماسكين الدفه الزيليه تحت الدوري الان نعم. هل هي ما اخترت الترتيب ايوه حي الوادي 13 نقطه وهلال الابيض 12 نقطه والخرطوم الوطني 9 نقاط، في حين انه في يوم من الايام وقت كان مدربهم ماسكهم ابراهيم كان المراكز الاولى في مراكز متقدمه جدا جدا ايوه، حتى قلت لك الهلال الابيض لعب في الكونفدراليه ومشى مراحل متطوره جدا جدا، نعم. فابراهيم يعني ما بيختلف عليه اثنين بيعرفوا كوره بيعرفوا كوره يعني.